تراهن الدول على وعي شعوبها لتجاوز أزمة كورونا، فكلما ازداد وعي والتزام الشعب بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تحد من انتشار الفيروس، استطاعت الدولة التخفيف من القيود المفروضة. وصل عدد من الدول لتلك المرحلة الهامة، وعلى رأسها إيطاليا التي تأثرت بشكل قوي بالأزمة، حيث سجلت واحدة من أكبر معدلات الإصابة والوفيات بالفيروس. وفي بداية شهر مارس ارتفع منحنى الإصابات بفيروس كورونا، وفي العاشر من مارس أعلنت الحكومة الإيطالية حالة الإغلاق العام. وبمجرد التزام المواطنين بإجراءات الوقاية، نجحت إيطاليا في كسر منحنى معدل الوفيات بعد أسابيع من المعاناة، وسمحت بإعادة فتح بعض المحال التجارية وتخفيف إجراءات الإغلاق في 15 من إبريل. للحديث عن كيفية الوصول لتلك المرحلة الهامة لكل دولة، ينضم إلينا هاتفيا الأستاذ محمد نجم، المحلل الاقتصادي. أستاذ محمد، مساء الخير وأهلا بك في هذه الجولة الإخبارية. وبالتأكيد لا شك أن كل دولة تحاول التوازن بين فرض إجراءات لحماية مواطنيها من فيروس كورونا وأن تعيد الحياة الاقتصادية مرة أخرى إلى طبيعتها. كيف برأيك يحدث هذا التوازن تطبيقا لما قامت به عدد من الدول الأوروبية، على رأسها إيطاليا وألمانيا في الطريق، وأيضا عدد آخر على سبيل المثال النمسا والدنمارك؟ مساء الخير أستاذ مجاهد، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. هو واحنا بنتكلم دلوقتي احنا مستنيين التقرير الاسبوع الرابع لطلبات اعانه البطاله في الولايات المتحده الامريكيه. التقرير ده الاسبوع الرابع، يعني احنا بنتكلم عن الاسبوع الرابع من الاغلاق الاقتصادي في الولايات المتحده الامريكيه. اعتقد ده ليه علاقه مباشره بكلام حضرتك، انه لو احنا هنتكلم عن الربط ما بين مدى وعي الناس او الشعوب بخطوره الامر ومدى التزامهم بالاجراءات الوقائيه والاجراءات الصحيه والتباعد الاجتماعي ونربط ده بالاقتصاد، اعتقد التقرير ده مهم جدا ان احنا نتابعه. احنا بنتكلم النهارده عن انه بعد 3 اسابيع من الاغلاق الاقتصادي في الولايات المتحده الامريكيه، خسر المجتمع الامريكي 17 مليون وظيفه، 17 مليون اسره اتشربت النهارده بسبب الاغلاق الاقتصادي اللي هو ناتج عن تفشي المرض واجراءات الحظر واجراءات منع التجول والتقييد على الحركه وقفل المصانع والشركات. احنا مش عايزين نوصل للمرحله دي، مفيش دوله تتمنى ذلك. وفي صراع كبير جدا في كل دول العالم، مش بس في الولايات المتحده، في صراع كبير جدا ما بين الادارات المختلفه الحكوميه والبرلمانات بخصوص هل نفتح الاقتصاد ولا نفتحه بشكل جزئي ولا نفتحه بشكل كلي ولا نستمر في الاغلاق، لانه الخطر الاقتصادي كبير جدا واكبر بكثير من الخطر الصحي. وبالتالي احنا هنا في مصر عندنا تجربه، حتى هذه اللحظه احنا ماشيين في مسار ايجابي جدا وبنحقق نتائج كويسه جدا، ان احنا الاقتصاد بيعمل بشكل تقريبا شبه كلي، تقريبا او خلينا نقول ان احنا بنشتغل تقريبا 60% من الطاقه التشغيليه للاقتصاد او القدره التشغيليه للاقتصاد المصري. وفي نفس الوقت عندنا حظر تجول جزئي، عندنا حظر بيبدا من الساعه 8 حتى صباح اليوم، حتى صباح اليوم التالي. المعادله الصعبه هنا اللي احنا لحد هذه اللحظه في مصر قادرين نحققها، ان احنا بنعمل اجراءات تباعد اجتماعي الى حد ما بننجح فيها، الى حد كبير في التزام، الى حد كبير عندنا اجراءات وقائيه بتتخذها الدوله، لكن التحدي الحقيقي والاختبار الصعب هو مدى التزام الناس بتعليمات وزاره الصحه، بتعليمات التباعد الاجتماعي. النسبه المئويه لالتزام الناس هنا مهم جدا ان احنا نقيسها، واتمنى يكون في مقياس يقدر ان هو يقول لنا قد ايه الناس بتلتزم بده، قد ايه الناس بتلتزم. يعني حضرتك بتقول الانفتاح الاقتصادي مره اخرى، فتح الاسواق مره اخرى، مرتبط ومرهون بالتزام الناس بالاجراءات الاحترازيه والاجراءات الوقائيه التي تفرضها وتقرها الدول. بالظبط، احنا لو مش عايزين نوصل للنموذج الامريكي من حيث خساره ملايين فرص العمل، ملايين الوظائف، ملايين الاسر اللي هتتشرد والشركات اللي هتفلس، مئات الاف الشركات النهارده بتفلس. احنا واحنا بنتكلم النهارده كل دقيقه بتعدي في الاف الاسر اللي بتفقد مصدر دخلها او مصدر رزقها، في الاف رجال الاعمال ومئات الاف الشركات حول العالم بتعلن افلاسها، واحنا بنتكلم كل دقيقه بتعدي في كارثه بتحصل. احنا قدام أسوأ ازمه اقتصاديه حصلت بحسب وفقا لصندوق النقد، مش وفقا لرايي او وجهه نظري، وفقا لصندوق النقد دي أسوأ ازمه في الاقتصاد الحديث، في الاقتصاد العالمي الحديث. يعني بنتكلم في اخر قرن لم يكن هناك ازمه بهذا الشكل. عندنا النهارده الازمه الحاليه هي اكبر من ازمه 2008 باربع اضعاف،
او اكثر فداحه واصعب واسوأ باربع اضعاف الازمه العالميه في 2008. بما ان حضرتك يا استاذ محمد ذكرت صندوق النقد، صندوق النقد في تقرير له منذ ايام او منذ يوم تقريبا يقول انه يتنبأ باسوأ ركود في العالم خلال الفتره القادمه، لكنه في الوقت ذاته يعطي مؤشرات ايجابيه بالنسبه للاقتصاد المصري، ويقول ان الاقتصاد المصري هو الاقتصاد العربي الوحيد الذي سوف يرتفع خلال مرحله ما بعد كورونا. صحيح، يعني هو كل الاجراءات اللي مصر اتخذتها من الاصلاح الاقتصادي والاصلاح الاداري، كل التشريعات اللي احنا اتخذناها، المراكمه اللي حصلت في الاحتياط النقدي بالعملات الصعبه، وكمان الاحتياطيات اللي داخل الموازنه العامه، كل ده اللي احنا بداناه من 2014 والمشاريع القوميه، النهارده هي رفع احتياطاتنا على السقوط. وده مش اراء شخصيه، ده كمان ده كلام النقد، كلام جهاز أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، اللي قال امبارح والنهارده في مؤتمر صحفي إن مصر هي الدولة الوحيدة أو الناجي الوحيد من اللي بيحصل في منطقة الشرق الأوسط، لأن هي أكثر دولة قامت بإصلاحات اقتصادية كبيرة جدا ونجحت في برنامج الإصلاح الاقتصادي، وبالتالي هذه النجاحات هي اللي مكنتها النهارده إنها تكون الأقل خسارة وسط اقتصادات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وبالتالي النهارده لو احنا ما كناش عملنا الاجراءات اللي بدانا فيها في 2016، ان احنا النهارده كنا في موقف صعب جدا جدا. بالتزامن مع الاجراءات التي تتخذها الدوله، هناك العديد من المبادرات المجتمعيه التي تتبناها بعض الشركات ويتبناها بعض رجال الاعمال الوطنيين، مثل مثلا ان يظل العمال في المصانع للانتاج ولا يعودون الى منازلهم، ان يكون هناك معسكرات للعمال داخل المصانع حتى يحافظ على الانتاج من ناحيه، ومن ناحيه اخرى يحافظ على صحه هؤلاء العمال وعلى صحه اسرهم، كيف تعلق على هذه المبادرات؟ طبعا مهمه جدا يا فندم. هو السؤال هنا مين اللي هيتحمل تكلفه انه الناس دي تقعد في البيت؟ مين اللي هيتحمل انه الشركه دي تتوقف عن الانتاج وان مبيعاتها تنخفض وان هي تتحول من الربح الى الخساره فتضطر تتخلص من العماله؟ حتى لو حضرتك قلت لي ان في تبرعات، حتى لو قلت ان في اعمال خيريه، الاعمال الخيريه لا تقيم اقتصاد. الاقتصاد لا يقوم على التبرعات والاعمال الخيريه وخلافه. خالص. وعلى الرغم من ذلك انا طبعا احنا بنأكد على انه عمل الخير شيء جيد جدا، لا شك، وشيء وطني، لا شك في ذلك. لكن هذه التبرعات لا تقيم الاقتصاد، اللي بيقيم الاقتصاد فعلا انه الاقتصاد يعمل بشكل طبيعي. هو ده اللي بيقوم الاقتصاد، هو ده اللي يضمن استمراريه فرص العمل واستمراريه الحفاظ على الوظائف. وليس التبرعات، لان التبرعات هيجي عليها وقت ولن تكفي كل الاحتياجات. يعني على سبيل المثال في الفساد العظيم سنه 29 في الولايات المتحده الامريكيه، لما جم يحاولوا يعملوا ويجمعوا تبرعات من رجال الاعمال ومن فاعلي الخير ومن الاغنياء، التبرعات اللي جمعوها في سنه كامله سنه 1930 وجدوا ان هي لا تكفي مرتبات شهر واحد من العماله اللي تم تسريحها. ده مهم جدا ان احنا ننتبه ان هو التبرعات امر جيد طبعا طبعا بنشجع الناس، لكن لا ينبغي التعويل عليه بشكل كبير وبشكل واسع ولا طويل الاجل. الفكره وصلت. عذرا لك على لضيق الوقت الاستاذ محمد نجم المحلل الاقتصادي، شكرا جزيلا لك على هذه التفاصيل وعلى هذه المداخله.